جوج كريمات، يعني جوج كريمات قدمتهم لكم بمكون واحد، يعني كريم نهاري وكريم ليلي بمكون واحد كيقضي على كل المشاكل، يعني النمش، الكلف في الوجه، يعني التجاعيد تحت العينين، التجاعيد تحت الفم في الجبهه، يعني وكتجدد لكم البشره، غترجع لكم بشره رائعه وكتبيض، يعني هاد الوصفات كيبيضوا البشره وكتولي وجهك كيف القمر ناصع ناصع. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كيداير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما وليداتكم بنياتكم وسائر العائله. تحياتي لكم كبيره بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن. تحت الطلب المتتبعات كيطلبوا الوصفه ديال القضاء على الكلف ديال الوجه، كاين عندهم اللي عندها الكلف، عندها النمس نمش، وعندها تجاعيد تحت العينين. واحد البنات طلبوا مني عندهم تجاعيد حول العينين، وعندهم تجاعيد يعني في كل مناطق الوجه، ولتبييض البشره. هذه الوصفه ان شاء الله غنعطيها لكم اروع اروع رائعه، ما نقولش لكم روع اكثر من رائعه. يعني هذه الوصفه اللي دارتها غادي ترجع تشكرني عليها، لان ما نقولش لكم هذه الوصفه غادي تجاوب واحد المكون اللي غادي يقضي عليكم كل هذه المشاكل، غادي يقضي لكم على النمش والكلف وحتى يعني التجاعيد اللي حول العينين والتجاعيد اللي في الوجه، ويعني وكتجدد لكم البشره. حتى اللي عندها سيكاتريس، واحد السيده قالت لي عندي اثار ديال الجروح اللي كتكون سيكاتريس، اثار ديال الجروح والندبات اللي كتكون في الوجه ولا في اي منطقه، اللي عندكم ندبات في اي منطقه، هاد الوصفه غتقضي عليها، يعني كتجدد البشره. لان هاد المكون غنقولوا لكم اليوم كيتجدد البشره، يعني كتعطي الحيويه للبشره وكتعاود تجدد وكتعيد ليها النضاره ديالها وتعيد ليها الشباب ديالها. بسم الله على بركه لا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. غنبداو بنياتي نوريكم هذا المكون عن قرب. انتم كتشوفوا العدس الاحمر، العدس الاحمر راه كاين عند كيتباع جميع الدول، اي منطقه فيها العدس الاحمر راه غتبحثوا على هذا العدس الاحمر، غادي يعطيكم اشنو المكونات فيه. المكونات الاولين اللي كان عارفوها كاع العاميه كيعرفوا ان فيه بروتين، وهذاك البروتين راه كيغذي البشره وكيساعد، واي حتى في الماكله الا كلتيه راه كتساعد على علاج فقر الدم الحاد، اللي عنده فقر الدم الحاد كتعالج هذا العدس الاحمر. غنوريكم ان شاء الله بتحت الطلب ديالكم، غندير لكم شي وصفه ان شاء الله ديال القضاء على فقر الدم وعلى اللي ما عندهاش الحديد في الجسم ان شاء الله. هذا هو العدس الاحمر، انتم غتشوفوه غنوري لكم عن قرب تشوفوه بحال هكايا. بسم الله غنبداو ان شاء الله بالطريقه اللي غنوريكم. هذه الوصفه اكثر من رائعه كما كنقول لكم بنياتي. غنحتاجوا ان شاء الله 4 المعالق ديال اللي كنشربوا بها الصوبه، يعني الحريره. غناخذوا 4 المعالق بحال هكايا، ها هو 1 2 3 4، يعني هاد 4 المعالق اللي باغا تشوفوا شحال من هاد الوصفه غتكون، شحال من مرحله اللي غديروا فيها هاد الوصفه، راها زوينه زوينه. وغنحتاجوا ان شاء الله قبل ما نحتاجوا ان شاء الله الماء ديال الورد، الماء ديال الورد، واللي ما عندوش الماء ديال الورد وعنده حساسيه منه يقدر يدير الماء المعدني، ما يديرش الماء ديال الصنبور لانه فيه الكلور، وعرفتوا الكلور راه كيكون شويه قاسح شويه على البشره. اما ديروا الماء الورد اللي هو زوين البشره وكيعالج حتى هو وكيبيض وكلشي كيديروا، واللي ما عنده حساسيه من ماء الورد دير الماء المعدني، الماء المعدني او الماء ماشي ديال الصنبور، ما ديرش ديال الماء ديال الصنبور. اش غنديروا؟ غنغسلوا هذا مزيان من الاتربه، لان كيكون فيه شويه الغبره يتغسل، وتا كيفو يكون فيه حتى شي ادويه اللي باش تحافظوا عليه، كيكون هو مفسخ. انتم كتشوفوا كتكون كيكونش فيه القشور. غنغسلو مزيان مزيان، بسم الله غنغسلو. ها نتوما تشوفو راني كيتغسل، كيعطي هاد الشكل، كيخرج منو اوساخ وغبرة بحال هكا. غنغسلو مزيان، ها نتوما كنشوفو كيما كنغسل فيه، وغنغسلو المرة الأولى والثانية، تيولي الماء مفيش هاد الشي، هاد الشي كتشوفو كيكولي صافي. ها نتوما ولا بدا كيكون فيه التريب، ها نتوما كيفاش كيكون.
بعد ما صافي غسلناه ولا نقي، هانتوما كتشوفوا اش غنديروا، غنكبوا عليه الماء الورد، نكبوا عليه الماء الورد باش نتا نغطيوه، لانه غنرطبوه ليله كامله، غنغطيه بواحد السلوفان بحال هكايا ونخليه ليله كامله 12 ساعه. غادي يبقى حتى يتنفخ لنا داك العدس ويرطاب لينا، عاد نرجعوا لكم ابنياتي. بعد ما رطبت لينا ليله كامله انا غنوري لكم بنياتي ضروري من هاد من هاد من هاد المرحله. ها انتم كتشوفوا غنوري لكم كيفاش، وبان لي في اثناء باش كان كيرطاب لينا بان لي الشرب، وزدت عاوتاني الماء الورد. ها انتم تخصو يبقى فيه في شي الماء باش نلقاوه، لان غنطحنوه نلقاو فاش نطحنوا فيه. ها انتم كيفاش تغير يعني تنفخ الحبات تنفخوا لينا. هذه هي الطريقه بنياتي اش غنديروا في هاد المرحله. غنطحنوه، يا اما طحنوه في الماكينه ديال الخلاط، اما طحنوه بالطحانه اليدويه. انا غنطحنوه في الطحانه اليدويه. كتبقاو طحنوا بحال هكا تتولي كريمه، ولا ديروها في الخلاط ديال العصير ماشي مشكل. بحال هكا ها انتما كتولي كريمه، ها هي ولات كريمه، شتي كي ولات. ما صافي طحنتو، غادي نديرو في هاد الانيه. ها انتما كتشوفو ملي بعد ما صافي طحناها، ها انتما كيما شتي كيولي، تيولي بحال هكايا كريمي تيولي. اش غنديرو في هاد الحالة؟ غنقسمو، حيت هو درت 4 المعالق، غنقسم هنايا النص وهنا النص باش غنديرو نوريلكم. غديرو منو جوج وصفات، ونتوما تختارو الوصفة اللي بغيتو، يعني حسب المكونات اللي عندكم. بسم الله، غنوريكم ابنياتي، نبدا لكم بالوصفه اللي انا قسمتو على جوج باش نوريكم جوج طرق ديال هاد الوصفه باش تحصلوا على بشره ناعمه من غير تجاعيد. غنبداو دوكا بالوصفه الاولى، نوريكم اش المكونات اللي غندير ليها، وعاد نبدا بالوصفه الثانيه. بسم الله، غندير الوصفه الاولى، غندير ليها دقيق الذره يعني المايزينا. غندير واحد المعلقه بحال هكا ديال المايزينا، وراك عارفين دقيق الذره راه كيساعد هو على تبييض البشره وتنعيم البشره وتحصلي على بشره ناعمه. غندير هنا معلقه. مكون اخر هو جيل صبار. جيل صبار الى عندكم هاد الجيل اللي كتشريوه مصوب يعني مع هذوك الجمعيات اللي كيصوبوا طبيعي، او يكون عندكم ديال اللي كيكون يعني عشبه تجيبوها نيت، هي هذاك الجيل تيكون طبيعي من المحبق ولا عندكم. انا عندي من المحبق ما كمجدتوش، انا عندي هذا. غنوريكم بنياتي، غندير واحد معلقه كبيره الجيل. راه تا هو راه فيه واحد الكولاجين طبيعي، ونيت هاد الجيل عندي طبيعي. وايضا غندير واحد المكون اخر اللي هو ضروري تا هو كيرطب البشره، هو زيت جوز الهند طبيعي، تا هو 100% طبيعي. غناخد واحد المعلقه كبيره، هانتو واحد المعلقه صافي. غنخلطو مزيان باش تحصلوا على واحد البشره ما نقولش لكم بنياتي. ومني غنديروا لها بحال هكايا باش غنتولي عندنا كريمي، اش غنديروا؟ غنديروا في حمام مريم باش غنردوا كريم. غنديروا قبل ما غنديروا في حمام مريم، غنوريكم المكون الوصفه الاخرى اش غندير فيها حتى هي. ايضا الوصفه الثانيه غندير ليها حتى هو واحد المعلقه ديال نشا الذره. ندير واحد المكون رائع كيساهم في تبييض البشره وكيرفع حتى المناعه ديال الجلد، ما كتبقاش حتى فيها حتى شي ماكين، الا هو الكركم. الكركم غني على التعريف. غندير واحد المعلقه ديال الكركم صغيره. ها انتم كنقولوا حنا خلقوا من بلدي، راه حتى هو كيساهم في علاج التجاعيد والبوتور وكل شيء المشاكل ديال البشره كيعالج هذا الكركم. ايضا غندير واحد المكون اخر وهو زيت اللوز. اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو حتى هو كيرطب البشره وحتى هو كينعمها وتساهم ايضا في علاج البثور والتجاعيد اللي تحت العينين وايضا في اي بلاصه. غندير واحد المعلقه اللي هي صغيره. ها انتم
ونخلط العناصر بحال هكا. وغنزيد واحد شويه ديال جيل الصبار، بنت معلقه كبيره صافي. غنخلط هاد العناصر كامله، وايضا غنديرو ان شاء الله في حمام مريم باش كيتكون عندي ان شاء الله يكون عندي واحد كريم. ها انتم حضرت معكم الوصفه الاولى وحضرت معكم الوصفه الثانيه، ها انتم كتشوفوا. وغادي دوكا غادي نديهم حمام مريم، راك عارفين حمام مريم شنو هو، كنديروا واحد الماء طيب تحت من هاد الزلافات، وكنبقاو نحركوا حتى ناخذوا واحد العقوديه يعني تيولي كريم عاد نحيدو من الماء الساخن. حطيت زلافات تحت من الماء، ها انتم كتشوفوا الماء الغليان، وكنبدا نحرك حتى كي تعقد لي نشوف هذاك القوام اللي باغاه ديال العقوديه. مابغاش نعقدو بزاف، ما نخليش يعني جاري بحال هكايا، وكنحرك حتى كناخذ واحد الكريم كنحصل عليه بحال هكايا. يعني هذه تا وحطيت تحت منه ماء اللي هو طايب، وخليته كنحرك مره حتى يعقد لي ويولي كريمي ان شاء الله. وغنوري لكم ابنياتي بعد ما درنا حمام مريم، ها انتما كيفاش كيوليو تيوليو عاقدين بحال الكريم ها انتما، ولكن ما تبقاو حداهم بالتحريك باش ما يعقدوش لكم اكثر من هكايا، خليهم بحال هكا. وحنا دوكا غنعبئوهم ان شاء الله في واحد القنينه تكون نقيه اللي تكون عندكم بحال هكايا، غنعبئ قدامكم. سي غنعبئها ان شاء الله حتى في بواطو ونعقب لكم ابنياتي. هذا هو الكريمات ديالنا بنياتي اللي صاوبت معاكم، الكريم الاول والكريم الثاني اللي بالكركم، ها هما هي هما صاوبتهم هائلين من داكشي. دوكا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي تطبقوهم ان شاء الله. اولا غتغسلوا البشره تكون نقيه، على بشره نقيه من تكون درتي ليها غسيل بالصابون ديالك او اي حاجه كتغسليها وتطبقيها. اولا هذا ديال الكركم غديريه بالنهار، غديريه بالنهار هذا ديال الكركم، غديري بعد ما ديري بشرة يعني نقية وديري بحال هكايا، هانتوما كتشوفو كديري بالنهار بحال هكايا، وكتحاولي باش تشربو البشرة ديالك ديال الوجه مزيان تشربو بحال هكا ديال الطريق. يعني أي سيكاتريس وأي بوتور ولا عندكم أي مشاكل، وتخليو واحد في الوجه ديالكم واحد 20 دقيقة أو 15 دقيقة يبقى في الوجه ديالكم، عادة تغسلوه، تغسلوه بالماء الدافئ وتنشفوه وتدهنوه بأي مرطب عندكم. وأيضا هاد ديال العدس اللي هو ما درتش فيه الكركم غديروه بالليل في المساء، ثاني غتغسلو الوجه ديالكم، تغسلوه وتنظفوه وتكون نظيف على بشرة نظيفة، وغادي تطبقوه بحال هكايا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي كريمي من داكشي، هانتوما هانتوما كديروا طبقه مزيانه وكتدلكوا في ديك المنطقه كاع المشاكل اللي فيها تجاعيد تحت العينين، في الجبهه، في جناب الفم، في اي منطقه اللي فيها التجاعيد غتخليوا بحالكم مزيان واحد ثلث ساعه قبل من النوم، كتحطوا ساعه ديروه وعاد تغسلوه مي تغسلوه بالماء الدافئ، عاودوا ديروا الماء البارد ونشفوه وديروا باي مرطب. ننصحكم ديروا بزيت اللوز الحلو او بشي زيت عندكم او شي كريم اللي كديروا تو مرطب ديروه عاد تنعسوا، غادي يصبح وجهكم يعني غادي يصبح وجهكم منور كيف القمر. يعني ديروا يوم بعد يوم، في الاسبوع الاول غادي يبان لكم النتيجه. يعني الوصفات الطبيعيه راه كتبغي مداومه، دومي الوصفه باش تعطيكم النتيجه. نتمنى بنياتي هذه الوصفه عجبتكم، لانني قدمت لكم واحد الوصفه بمكون واحد، جوج كريمات قدمتهم لكم بمكون واحد، يعني كريم نهاري وكريم ليلي بمكون واحد كيقضي على كل المشاكل. يعني هاد الوصفات كيبيضوا البشره وكتولي وجهك كيف القمر ناصع، لان هاد الوصفه ما غتلقاوها حتى في شي مكان، لان هاد الوصفه مجربه ورائعه، غتحصلي على بشره كتفرحك، يعني كتشوفي وجهك وما تصدقيش راسك، يعني تشوفي وجهك وتقولي شكون انايا، واش درت شي عمليه، درت شي بوتوكس، درت شي حاجه بهذا المكون واحد اللي درت لكم بهم هاد جوج كريمات
التعليمات الرائعين من داكشي السحريين، عاد تبعوا الفيديو من الاول الى الاخر وان شاء الله غادي يكون النتيجه عندكم. وداوموا عليه يعني مداومه، الا ما داومتوش على الوصفه ما غتعطيكمش النتيجه، ماشي من اول يوم ديروا الوصفه وتقولوا راه صافي راه ما قداتش لينا. من اول يوم غتبان لكم، ولكن بعد اسبوع غتولي وجهك منور تبارك الله، غادي يولي واحد الوجه اخر، وحتى المناطق اللي كتكون ما فيها البثور وفيها السيكاتريس ديروها بنياتي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه. ونتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء باش تعم الفائده.